ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهاردة هيكون نشاط حلو قوي، هنعمل فيه خروف العيد. نقدر نستخدمه مع اولادنا، ان احنا نعمل مع اولادنا النشاط ده في البيت او في الحضانة او في اي حاجة بمناسبة قدوم العيد الاضحى. احنا قربنا على عيد الاضحى، كل سنة وانتم طيبين. نقدر ننفذ النشاط ده باقل التكاليف. انا جبت هنا كرتونة اللي هي بتاعت الحلويات دي، اي حاجة مدورة، او تجيبي كرتونة عادية وتقصيها ترسمي عليها اي حاجة، اي دائرة يعني، او اي حاجة مدورة وتبدأي تقصيها تطلع لك الشكل الصغنون ده، وتغطيها بقى ورق لوحات ابيض او اي ورق ابيض. وهنجيب فوم اسود نعمل بيه الوش والرجل والعيون بفوم ابيض، نرسم يبقى كده اهو الرجل بتاع الخروف والراس بالفوم الاسود ترسميها وتقصيها بالمقص، وكمان العيون جزئين زي بيضاوي كده ابيض، وكمان اتنين اسود عشان يبقى النني بتاع العين بتاع الخروف، واي فوم او اي ستيكر لونه احمر للفم. يلا تعالوا معانا نشوف هنعمل ايه. ده طبعا فايبر، ممكن نستخدم بدل الفايبر ده قطن. انا هلزقه بالشمع وممكن تستخدموا انتوا الغيره. تمام، يلا يا سيلا انتوا جنة اعمله معايا. يلا، مين اللي هيناولني؟ طبعا ايه، انا بحاول انا اللي اعمل علشان هم ايديهم ما تتلسعش من الشمع. انا بعرف ازق بالشمع. بتعرفي تزقي بالشمع؟ طب ماشي. طب بصي اهو، يلا حطي كبير بقى، قطعة كبيرة. برافو، شاطرة يا جنة. ثانية يا سيلا انا احط النقطة وانتي ايه، خدي بالك صباعك يبقى بعيد. برافو، بصوا هنا اهو، هنثبت كده الفوم الفايبر الابيض. ممكن نستخدم قطن، القطن بتاع هي قطعة صغيرة، مش هاتوا قطعة صغيرة بس. احنا الولاد بقى يشاركوا معانا هيتبسطوا من النشاط، في نفس الوقت ايه هيبقى حاجة حلوة بمناسبة قدوم عيد الاضحى. حطي يا سيلا. هنقطع طبعا كده صغنطوطة كده عشان يدينا شكل الصوفة بتاعت الخروف. يلا يا جنة، برافو. استني يا سيلا ما نحط شمع. يلا برافو، يلا يا جنة استعدي. بصوا صغنطوط، انا مش عايزة كتير. ماشي ماشي اه، يلا هنا بقى، يلا قطعة صغيرة. يلا 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 يا سيلا، ماشي مش مشكلة، مرة انتي ومرة جنة مش مشكلة. ايدك اتلسعت صح؟ لا. طيب طب الحمد لله لزقت، بس تحطه من بعيد وانا اللي ايه هضغط عليه. ماشي، هو بيبقى استخدام الغيره بالنسبه للاطفال، الغيره الابيض بيبقى افضل بكتير من الشمع، بس انا شغلي كله بالشمع فايه متعوده عليه. استنوا بالراحه. يلا ها، ناقص حته صغنطوطه اهي من بعيد، حطي من بعيد يا سيدي. يلا يا جنة، يلا يلا حطي هنا من بعيد وانا هسقي. لسه في تاني؟ طب ماشي سيبيها دي عشان احنا عايزينها. احنا كده عملنا ايه؟ عملنا الجسم بتاع الخروف. حط راس الخروف هنا. لا يلا هنا نحط شمعة كده اهو عشان يلزق كويس كتير، ونثبت راس الخروف هنا. لا هنا يا جنة عشان القرنين بتاعهم، عشان القرنين بتاعهم. طيب نحط بقى العيون. يلا تعالي هتشيلي الابيض يا جنة، يلا العين البيضة. يلا هاتي يا سيلا. اه يلا استعدوا، هاتوا العين التانية عشان ايه نثبتها برضو. العين التانية فين؟ يلا الاسود بقى كده، ركبنا العيون اللي هي الايه الابيض، ناقص الطبقة الاسود. الاسود حطينا نقطة بس
بعد كده. طبعا هي صغننه جدا، فالواحد ايه يعني ماسكها مش عارفه امسكها كده. عملنا ايه العيون بتاعه الخروف، ناقص ايه بقى؟ البق بتاعه، بقه بيبقى احمر، هنعمله لونه احمر عشان يبقى حلو شكله حلو. نعمل له بقه احمر، ندلع الخروف بتاعنا شويه ونعمل له بقه لونه ايه؟ احمر. ثواني نفتح الايه ده. هنا بقى كده اهو هنركب ايه؟ الفم اهو بتاعه، البق بتاعه. ماشي، هو ده ستيكر لونه احمر يلزق كده. عملنا راس الخروف، نايس ايه؟ نايس. لا لا لا، هنعمله الاول هنا كده. بصوا هنجيب حته فوم صغنطوطه كده ونحط النقطه هنا، نعمل كده كده هنبص. ماشي، نايس ايه بقى تاني بقى؟ رجل الخروف. طب نعملها ازاي؟ نروح قلبين كده ونثبت كده اهو. نظبط الشكل الاول ون ايه وبعد كده نسيب. تمام، نعملها بميل كده عشان يدي شكل من قدام اللي هو شكله كويس اهو. ندي هنا بقى الخروف بتاعنا، ايه رايكم؟ يا رب تكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تدعمونا لايك 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 واشتراك للقناة. يلا نقول لهم ايه؟ مع السلامة يا اصحابي.